غير سياسات. تأتي تظاهرات تلبية لدعوة ائتلاف شباب الثورة الذي يضم حركات شبابية وسياسية، لكن جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة والأحزاب السلفية رفضت المشاركة، على اعتبار أن استمرار التظاهرات والمليونيات أصبح غير ذي جدوى بعدما تمت تلبية غالبية المطالب، داعية إلى ضرورة منح الحكومة المزيد من الوقت لتحقيق بقية المطالب. ما فيش أي نوع من التنازل عنها، إن احنا نعمل جدول زمني لنقل السلطة للمدنيين والانتخابات. ما مش متصور إن احنا بعد 7 شهور من الثورة لغاية دلوقتي ما فيش بلان واضح ولا في رود ماب ولا خريطة طريق تقول لنا إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. بنحاول نوصل رسالة للمجلس العسكري والمصر كلها إن احنا عايزين نلغي حاجة اسمها المحاكم العسكرية وتبقى المدنيين في المحاكم المدنية، لأن ما يصحش إن ما ينفعش أساساً إن راجل مدني يتحاكم عسكري. وتنتقد الأحزاب السياسية المدنية والحركات الشبابية قانون الانتخابات الجديد الذي صدر في يوليو تموز الماضي، داعية إلى اعتماد نظام الانتخاب بالقائمة النسبية وحده بدلاً من النظام المختلط بين القائمة النسبية والفردي الذي ينص عليه القانون. ينبغي العمل على تغيير القوانين اللي أصدرها المجلس العسكري كافة، بما فيها قانون الأحزاب، بما فيها قانون مباشر الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب الأخير. الأمر اللي بيلاقي بعض المصالح مع بعض القطاعات السياسية أو الفئات السياسية زي الإخوان المسلمين. ويشكو كثير من المصريين من أنهم لم يروا بعد ثمارا حقيقية للثورة، ويقول البعض أنهم يخشون من أن المجلس العسكري يخطط للبقاء في الحكم من وراء الستار، على الرغم إعلان المجلس العسكري أنه سيسلم الحكم إلى السلطة المدنية بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الذي ينتظر إجراؤها بعد عام من تشكيل البرلمان الجديد كحد أقصى. أكد المشاركون أن جمعة تصحيح المسار تستهدف إظهار التوافق شبه الكامل في مواقف القوى السياسية الوطنية من مطالب الثورة وإصرارهم على تحقيقها، وخاصة نقل مسؤولية إدارة البلاد في أقرب فرصة إلى سلطة مدنية منتخبة. محمد العشي، الفضيلة المدنية، LBC، من قلب ميدان التحرير، القاهرة.